السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك، تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام وصالح الأعمال ان شاء الله. في هذه الفكرة سوف نقدم التلوين الزر، يعني نختار بوتون ونعطيه اللون. عندما نختار من ستاندار بوتون، هنا لا يوجد له ألوان، حتى نبحث على في خصائصه لن نجد كولر، فلذلك نختار سبيد بوتون من قائمة اديشنال. هذا العنصر سبيد بوتون، من هنا سبيد بوتون نختار عنصر هكذا ونختار عليه بعض الخصائص ونقيم ببعض الخصائص. هنا عندما نختار سبيد بوتون، هنا في الخصائص لديه بعض الخصائص للإيماج، يعني للصورة، نختار الصورة من هنا بهذه الخاصية، وسوف نريكم كيف نعطيه اللون. نختار عنصر آخر، بانل، هذا العنصر نضع بانل هنا، نعطيه نفس الحجم للبوتو مثلا، نكبر هكذا ونحذف الكتابة بانل في كابسيو، نحذفها من هنا، نقوم بعملية القص ونضعه داخل بانل هكذا، أصبح البوتو داخل البانل. هنا بوتو داخل البانل، هذا هو البوتو. أول شيء نعطي اللون للبانل، هنا نعطيه اللون في كولر كما ترون، هنا أعطيه لون معين، سوف أعطيه مثلا هذا اللون، اللون الأزرق الفاتح. نكبر الزر حسب حجم بانل، ونعطيه الخاصية، نعطيها لي خاصية البوتون، نعطيه الخاصية فلات، نعطيها ترو هكذا. كما ترون البوتو أصبح باللون الأزرق عند التنفيذ، ها هو البوتو لونه لون أزرق كما ترون. سوف أعطيه الكتابة، كابسيو، سوف أكتب مثلا طباعة، وأعطيها حجم لفونت، هكذا. وكذلك أستطيع أن أعطيه، أضع البوتو هنا، وكذلك أستطيع أن أعطيه صورة من هنا، من خاصية كلايف هنا، أعطيه لود، أختار له صورة، مثلا أي صورة معينة هكذا. هنا توجد لدي صورة صغيرة، تستطيع أن تختار لها صورة كبيرة، ها هي كما ترون، أو أصبح باللون الأحمر، اللون الأزرق الفاتح. سوف أختار بوتو ثاني مثلا، أختار وأعطيه اللون الأحمر، أعطيه بانل كذلك هكذا، أختار بانل وأحذف كابسيو، أختار بوتو ثاني وأضعه داخل البانل هكذا، أختار بانل أعطيها مثلا لون أحمر، أريد بوتو باللون الأحمر مثلا هكذا. وهنا في خاصية البوتو سوف أعطيها فلوت أزرق هكذا، وأكتب في اسم البوتو مثلا في الكابسيون، سوف أعطيه حفظ مثلا، أعطيه لون معين أو حجم معين هكذا، 16 أو 18 هكذا. كما ترون
أعطى لي حفظ. كذلك أختار له رمز معين، رمز آخر، ليست لدي رموز ولكن هنا للمثال فقط سوف أختار مثلا هذا الرمز. عند التنفيذ أوزر هنا في تلوين الأزرار، هناك من أراد أن يلون الأزرار فهذه طريقة أسهل وأبسط طريقة لتلوين الأزرار. إن شاء الله أنكم تستفيدوا من هذه الفكرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.